تفتكر يا ابن خالتي هننجح في المهمة المرة دي؟ لا تخاف، معاك ديب. ديب؟ ايوه ديابة. طلع عبد الله، قوم الله يخرب بيتك. شوف انا عايز اقول لحضراتكم على حاجه. اتفضل ادخل يا خالد. الاستاذه مرام الاونر هي اللي قبلتكم، لما كان عليا انا ما دخلتوش من باب الشركه مش من باب بكتيريا. احنا مش عارفين نقول لحضرتك ايه يا استاذي. لا مؤاخذه نيازي. قولي لا مؤاخذه بس. عندي هرجه مخبيها عنك هذه السنين كلها، بقول لك هو ده الحين. ايه يا واد، ما طلعتش ابني؟ حس من جواك ان انت رفيع يا عبد الله. انا اللي هزمت فندام. كتير يا كابتن فندام. في ايه؟ بتقول حاجه شعتك؟ الله. هلا شفت جمري ماشي تحت جبل بلوم عسل تعبت. عبد الله بجد كيوت قوي. اسمعني ركز في كل كلمة حبيبي، ما تسيبنيش حتى ثانية، وقلبي لو عشت في دي نعمة. صدق يا أخويا حبيت وفائك وإخلاصك والله. هي كيف ماتت حبيبتك؟ ماتت وأنا بحلبها. ما تفوقوا بقى، ده احنا في كارثة سودة. بقول لك إيه يالا، لو خايفين روحوا ونشوف ناس غيركم ما بتخافش. الحكايه حلوت قوي. اقتلهم بالمسدس يا بودا. ايه ده، ممكن تموت الواد التخين ده؟ بس بلاش المسدس عشان التخين وهيطرطش دم كتير عليه. اكيد هو ده المكان اللي فيه البنت والفلوس. يا وشوف كمان تربسين عليهم 50 ترباس والسور طويل عشان دحين في كشكشه وفي الليل حنحنه. كشكشه ايه؟ رايحين نسرق ترزي.